حول التقارير الحقوقية التي وثقت وفاة معتقل تحت التعذيب في سجن التاجي ومعتقل آخر في سجن الناصرية ما يؤشر على استمرار الانتهاكات داخل السجون في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني كما استمعت في بغداد وتحديدا في سجن التاجي قضى معتقل تحت التعذيب اليوم وهناك آخر في سجن الناصرية، لكن السؤال المطروح: لماذا تستمر السلطات في السجون في قتل المعتقلين رغم الإدانات الدولية الحقوقية؟ هل أمنت هذه السلطات العقاب كي تقوم بهذه الأفعال أستاذ علي؟ لا شك أن زمن حكومة الكاظمي هو أسوأ زمن مر على العراق منذ العام 2003 حتى اليوم. حيث أصبحت هذه الميليشيات تقوم بعمليات قتل المعتقلين بأسلوب ممنهج وبأسلوب يعني أصبح يعني وصمة عار في جبين الإنسانية وفي جبين ما تسمى بالحكومة العراقية، التي لم نسمع كلمة واحدة من رئيس هذه الحكومة منذ توليه السلطة حتى اليوم كلمة واحدة عن حقوق الإنسان وقضايا المعتقلين في العراق. عملية قتل المعتقلين تجري بأسلوب ممنهج وعملية تصفيتهم بالإضافة إلى ما يقومون به من عمليات ابتزاز لأهالي المعتقلين ومضايقتهم، ومع التأكيد على أن كل المعتقلين في العراق وخاصة من أهل السنة كلهم معتقلين نتيجة شايات كاذبة ومخبر سري، والاعترافات تم انتزاعها من عندهم تحت التعذيب بإجماع يعني تقارير المنظمات الدولية المحايدة. نعم أستاذ علي، هنا يعني الكل يتحدث يقول بأنه أين السلطة الرقابية الممنوحة للادعاء العام من هذه الانتهاكات؟ هناك من يرى أن السكوت عن هذه الانتهاكات يعد مشاركة فعلية في تلك الجريمة، تتفق مع هذا الطرح أستاذ علي؟ لا شك أن الادعاء العام وما تسمى القضاء وكلها شريكة في هذه الجريمة. لا توجد جهة رقابية محايدة في العراق، كل الجهات الرقابية المحايدة سواء البرلمانية أو غير البرلمانية منتمية لأحزاب وميليشيات يقوم أفرادها بقتل هؤلاء المعتقلين وابتزازهم ومضايقة أهاليهم بقصد الترهيب والتغيير الديموغرافي وغيرها من الأمور. الخلل هنا والمشكلة تقع على اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتخصصة في زيارة المعتقلين لديها مكاتب في كل المحافظات العراقية ويفترض أنها تزور هذه السجون. هذا السكوت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصبح يعني محير للعالم. الأمر الآخر هو لجنة حقوق الإنسان أو مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اللي مقر العراق، أيضا هذا معني في قضايا المعتقلين وزيارة السجون. هذه الجهتين هي التي يفترض أن نعول عليها لأنها جهات خارجية وتنتمي لمنظمات دولية، لكن للأسف نجدها أنها مقصرة في هذا الأمر ولم تحرك ساكن. أستاذ علي، هناك أداة أخرى لقتل المعتقلين داخل السجون تتمثل في مصطلح الإهمال الطبي، لكن هل التقارير الطبية التي تصدر لكل من قضوا في المعتقلات هناك تشابه لدرجة التطابق بأن المعتقل توفي نتيجة هبوط في الدورة الدموية أو ارتفاع الضغط أو التدرن؟ هذه المصطلحات الطبية هل تلاقي مصداقية لدى المنظمات الحقوقية سواء المحلية أو الدولية؟ لا تلاقي أي مصداقية، لأن هذه الجهات التي تصدر التقارير متضامنة ومتواطئة مع الجهات التي تقتل وتعذب. طيب. وكلنا يعلم أن المستشفيات ووزارة الصحة مسيطر عليها من ميليشيات معروفة، وما جرى في من تجربة في مسألة محاكمة أحد الأطباء في ألمانيا. الذي كان أيضا يعذب في سجون الميليشيات بشار الأسد أبسط دليل. هذه التقارير كلها ليست لها قيمة. الإهمال الطبي نوع من القتل المتعمد، حين تحرم إنسان مريض بالسكر من الدواء أو حين مريض بالضغط ارتفاع ضغط الدم تحرمه من الدواء. بمعنى أنك تقتله، هذا هو الأمر.
أستاذ علي، عن اعتقال الأطفال هذا شكل آخر للانتهاك، انتهاك المواثيق والقوانين والأعراف الدولية تمارسه الحكومة في العراق وقواتها الأمنية متمثلة بموضوع اعتقال الأطفال، لكن هناك تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش تتحدث عن اعتقال الأطفال في العراق، كيف يمكن فهم هذا التقرير أستاذ علي؟ هذا التقرير تم الاستناد به إلى مقابلات وشهادات من معتقلين ومن ذوي المعتقلين، وهو تقرير يعني مهم جدا يؤكد أن الحكومة العراقية تتآمر لاعتقال هؤلاء الأطفال يعني لأسباب واهية وبناء على معلومات مفبركة وكاذبة، علما أن قوانين اعتقال الأطفال وفق الشرائع والقوانين الدولية لها امتيازات. على الأقل الطفل يفترض ما لا يعتقل مع من هم أكبر منا سنا، نعم، وغيرها من الأمور. مع التأكيد أن التقرير هو أكد بأنه عملية الاعتقال تتم لأسباب واهية ولمعلومات مغلوطة وشائعات كاذبة. ونحن هنا نتذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتريتش أمر وطالب بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الأطفال، لكن للأسف هذه الميليشيات والحكومة تتخذهم رهائن وتتخذهم وسيلة لابتزاز أهاليهم. أستاذ علي، يعني عندما نتحدث عن أعمار أطفال لا يتجاوزون 9 سنوات تلفق لهم جرائم، ولكن هل يمكن لطفل لم يتجاوز عمره 9 سنوات أن يمارس الإرهاب وبالتالي يهدد أمن الدولة؟ يعني هذا شيء مضحك نوعا ما أستاذ علي. سيد الكريم، القصد ليس الطفل، القصد هو ترهيب الناس وترهيب ذوي الطفل وترهيب المناطق. نعم. انت تعلم الان اذا منطقه تم اعتقال يعني حي كامل او قريه كامله تم اعتقال 4 أو 5 أطفال منها، راح يسود الخوف والرعب في كل القريه، ولاهيك عن عمليات الابتزاز وغيرها من الامور. عمليه اعتقال الاطفال في العراق عمليه مخزيه ومعيبه، وأصبحت وصمة عار تضاف إلى وصمات عار كثيرة في جبين ما تسمى بالحكومة العراقية. وللأسف هنا يعني هذه الوعود الانتخابية والجهات التي تدعي تمثيل أهالي هذه المناطق لم تفعل شيئا، ولا زالت تصطرع وتتحارب وتحاور وتناور وتفاوض على وزارة هنا ومنصب مدير عام هناك، وتترك هؤلاء المساكين. من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.